حين نتحدث لن نتحدث فقط عن التضحيات، لكن سنتحدث كذلك عن الإنجازات، وأعتقد أن كلنا يسير في شوارع مصر المحروسة فيتابع ويرى هذه الإنجازات رأي العين، ويستطيع أن يتلمس بسهولة التطوير الذي يحدث يوما بعد يوم في مجال الأمن وكذلك في مجال الخدمات التي تقدمها الشرطة المدنية في مصر. للحديث حول هذه الموضوعات وهذه الجوانب أكثر كي نقترب منها، يسعدني أن ألتقي الأستاذ عبد الرزق توفيق ورئيس تحرير جريدة الجمهورية. أهلا بحضرتك، كل سنة طيب. أهلا بحضرتك وكل سنة طيب، وكل مصر بخير، ودايما شعبها في أمن وأمان واستقرار. يا رب دايما، ويسمع منا جميعا كل هذا الدعاء. لكن دعني أسألك عن التطوير، أو ماذا يمكن أن يتلمسه المواطن العادي اللي بيتعامل في الشارع، في المصالح الحكومية، في التأمين، في المنشآت المختلفة. أعتقد أنه هناك نقلة حصلت، محد يعني مش متأكد حصلت في أنهي مرة، لأنها متتابعة ومتلاحقة ولسه بتحصل. لكن وأنت صحفي وتعمل في هذا المجال ورئيس تحرير الجمهورية، يعني كيف رصدتها؟ أعتقد أن احنا على مدار 7 سنوات هناك حلقات متصلة. مصر خاضت معركة، أعتقد معركة بنسميها معركة البقاء، كان في هجمة إرهابية شرسة للغاية جدا، كان في فوضى، في انفلات، في حالة من افتقاد الأمن والأمان. لا أخفي عليك حضرتك وكلنا نعلم أن الأمن والاستقرار هو عصب التقدم، عصب الإنتاج، عصب التنمية، عصب الاستثمار، عصب السياحة. أعتقد أن احنا اللي حصل في مصر، مصر خدت معركتين، البقاء والبناء، والأمانة كانوا في تزامن عبقري للغاية جدا. مصر خدت المعركتين في توقيت واحد. التطور اللي حصل في الشرطة المصرية أعتقد هو نتاجه أو نتيجته على الأرض الواقع هذا الأمن والأمان والاستقرار، سواء للوطن أو المواطن. أعتقد أن احنا لدينا شرطة محترفة، شرطة تمتلك مقومات. الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بركيزتها الدولة الوطنية، سواء المؤسسة العسكرية أو المؤسسة الأمنية، ودول اللي بيوفروا الأمن والاستقرار. ولو بصينا رمينا النظر إلى الدول التي عانت من ويلات ما يطلق عليه الربيع العربي، سقطت فيها الدولة الوطنية، وبالتالي المؤسسات افتقد فيها المواطن الأمن والأمان والاستقرار، افتقد فيها أيضا حتى طعم الحياة. أعتقد أن احنا في عيد الشرطة اللي بيفكرنا بالشجاعة، بالفداء، بالتضحية، بالوطنية، أنك أنت دايما حريص على كرامة هذا الوطن. والحقيقة كان في تناغم عظيم بين قواتنا المسلحة والشرطة، كان في أداء يعني محترف وأداء متداخل وتنسيق وحب، إذا جاز لي أن أنا أدخل المشاعر في العمل. لكن الحقيقة أن هذا الوطن أنقذ من خلال هذه الأيدي الباسلة من هنا ومن هناك. يعني أعظم ما يميز مصر هو حالة الوحدة، سواء بين الوحدة بين المصريين، ودايما سيادة الرئيس بيقول أهم حاجة أن احنا نكون على قلب رجل واحد. في القلب منها وحدة الجيش والشرطة، شفناهم بيشتغلوا معا، بيدافعوا عن هذا الوطن معا، بيضحوا معا، بيستشهدوا معا. أعتقد أن كان دباين جدا في تطهير سيناء من دنس الإرهاب الأسود، كان موجود في كل ربوع البلاد. أعتقد أن الجيش والشرطة خاضوا معركة من أشرف المعارك المقدسة اللي بذلت فيها الجيش والشرطة الغالي والنفيس كي تنعم مصر بالأمن والاستقرار. وأعتقد أن الحمد لله يعني بندخل الجمهورية الجديدة وبشرطة محترفة، شرطة وطنية. طالما كلمت عفوا عن الجديدة، الجمهورية الجديدة، التحديث والتطوير الذي لحق بالشرطة في كل المجالات، وأنا كنت أتحدث منذ قليل المسألة ليست أمنا فقط، لكن صحيح. في خدمات كثيرة بتقدم إلى المواطن في هذا البلد. خلينا أكلم حضرتك سواء عن حماية المخدرات، سواء كان الشعب من حماية والشباب من حماية المخدرات. هناك أيضا مراكز التأهيل اللي بتتوسع فيها الشرطة المصرية. أعتقد أن احنا بنلاقي توفير الحياة الكريمة حتى خارج المؤسسات العقابية وداخل أيضا المؤسسات العقابية. شفنا تطوير السجون قريبا، ده بالإضافة أن الخدمات اللي بيقدمها الداخلية دلوقتي في حالة من الرقي الإنساني للتعامل مع المواطن المصري. سرعة في دخول الرقمنة والأخذ بأسباب التكنولوجيا، كل ده موجود بيميز أداء الشرطي، سواء في ما يقدمه من خدمات للمواطن أو في حماية المواطن من كافة أنواع الجريمة. هناك سرعة في
سواء في إضحاض أو دحض أو دحر البؤر الإرهابية ومن خلال ضربات استباقية أو حتى من خلال مكافحة الجريمة والوصول إلى الجناه بأقصى سرعة. خلينا أيضا الحفاظ على المال العام، مكافحة الفساد، كل هذه الخدمات، كل أوراقك، كل مستنداتك بتجد هناك يعني ضباط على أعلى مستوى، هناك خدمة شرطية فيها رقي وفيها إنسانية وفيها معاملة أيضا. توقف عند المعاملة، كلمني عن هذه المعاملة، أين ارتقت وأين وصلت؟ خلينا أقول لحضرتك إن الشرطة هي أيضا من نسيج الوطن، يعني من شرطتنا دي من أبنائنا، فأعتقد إن حالة الرقي وحالة التدريب، إنك أنت حاسس إن أخوك أو قريبك اللي بيقدم لك الخدمة حريص إن هو يعاملك بشكل محترم، حريص إنه يمثل أو يجسد سياسة قيادة سياسية وتوجيهاتها اللي دايما بتحرك دايما بناء الإنسان المصري، كرامة الإنسان المصري، كل دي منظومة بتتجسد سواء في أداء الشرطة في أداء كل مؤسسات الدولة، لكن الأبرز والأكثر احتكاكا بالجمهور هو الشرطة المصرية اللي بالفعل يعني بتقدم نموذج لحتى للخدمات الإنسانية دايما. يعني شفنا ضابط بيحاول اللي هو الغارمات، قضية الغارمات بتسبب اللي دفع لها ده حاجة يعني كان موقف عظيم ومؤثر، نقيب ورتبة صغير فست مكسور عليها الإيجار فهو بادر ان هو يدفع المبلغ عشان ما تتحبش وكده. لكن عايز اقول لحضرتك اني الشرطة ما هي برضو زي ما بقول زي الجيش والشرطة، هم أولادنا ليس يعني غرباء عننا، هم من نسيج، هو ابني وابنك، هو أخويا وأخوك. الشرطة المدنية أساسا، الشرطة المدنية. خليني أقول لحضرتك يعني هذا التطوير الكبير والأخذ بأسباب التكنولوجيا والتحديث حتى في المجال المنشآت دلوقتي، الإسام والمراكز، بتلاقي حاجة تفرح للأمانة. تلاقي إحنا النهاردة في قلعة الأمن لأكاديمية الشرطة بالفعل يعني من أفضل أو أحسن أو رائدة القلاع الأمنية في الشرق الأوسط، بتخرج يعني خريج ضابط على أعلى مستوى. أيضا كل مصر كلها بتعيش حالة من التطور وحالة من الزخم والتحديث والتطوير، وزي ما قلت لحضرتك احنا بندخل الجمهورية الجديدة الحمد لله، ومصر حاجة تشرف وحاجة تفرح، وفي القلب منها عندنا شرطة قادرة وتمتلك مقومات انها تقدر توفر الأمن والأمان للمواطن، توفر الأمن والاستقرار للوطن كي ينهض كي ينمو، للتنمية للبناء للاستقرار للسياحة للاستثمار. أعتقد ان احنا كلنا كمواطنين عايشين ده واحنا ماشيين في الشارع بنلمس ده واحنا في ملح حياتنا، يعني اي مبنى حكومي او عام بندخله احنا استشعرنا الفارق. عايز اشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الرزاق، وانت بالصحه والسلامه. مصر بخير، جيشها بخير، وشرطتها بخير، وشعبها دايما بكل خير. امين يا رب. استاذ عبد الرزاق توفيق، رئيس تحرير الجمهوريه. مشاهدينا الكرام، كل سنه ومش بس شرطتنا الباسله العظيمه طيبه، لكن كل سنه وكل مصري في هذا الوطن فخور ان لديه هذا الجهاز، ان لديه هذه الوزاره، ان لديه هذا الزخم العظيم الذي يشهد تطوره في الشارع وفي كل مناحي حياته. كل سنة وحضراتكم طيبين.